نعم، غادي نبدا منين انتهيتي. اولا كما قلتي فعلا حتى واحد ما غيبغي يمكن يصل للبيع، لان هناك قانون وهناك مؤسسات اللي ما يمكنلهاش تسمح بانها ممكن تكون للبيع. سي احمد، انه هاد العمليه نتاع تفويت نتاع او ما يسمى باستغلال بعض المرافق يعني العموميه التابعه للجماعه من طرف الشركه، هو ما جاش وتم انزاله خلال الدوره، بل هاد الموضوع هو اولا قديم جديد، بمعنى انه تم عرضه يعني في دورات سابقه وتم يعني رفضه لعدم اكتمال الصوره اولا ديال كيفيه الاستغلال، وثانيا لمجموعه من التوصيات اللي ترفعت انذاك من اجل ان الامور يعني تقاد بواحد الشكل اللي يكون فيه رابح. كذلك في هاد خلال هاد الدوره الاخيره ديال شهر فبراير تم عرض هاد المشروع ديال تفويت ثلاثه ديال المسابح، مسبح خاص اللي هو في مدينه مكناس هو اللي جانب المسبح البلدي، وكذلك مسبح الأولمبي اللي كان بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك مسبح الرياض أو ما يسمى بارك الرياض. هادو تعرضوا في اللجنة نتاع المرافق العمومية ولجنة المالية وكذلك أظن لجنة التعمير. المهم هاد النقاش اللي كان في هاد اللجان هادي كله هو كان نقاش مسؤول أساسه الغيرة على المدينة، ومن أجل أننا نحاولوا ما أمكن اننا نفذوا الفلسفه ديال هاد المشاريع. شنو هي الفلسفه ديال هاد المشاريع؟ انا ما يمكنليش نستوعب على انه مشروع كبير بحال بارك الرياض واش ما تيبقاش في الناس على انه هذيك البنايات تهترئ وتبقى هكاك يعني عرضه للضياع، ويبقى واحد العديد من الظواهر الهامش اللي كتمارس فيه. ثانيا هذاك المسبح الاولمبي لا يعقل انه يبقى في ذاك الوضعيه بالرغم من انها تخسرت عليه فلوس كثيره. كذلك المسبح الخاص، بمعنى ان فلسفه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه او فلسفه العمل الجماعي هو ان المرافق العموميه خصها تكون تتسدي واحد الخدمات للساكنه وتساهم في التنميه ديالها. هذا هو المنطلق ديالنا اللي كان في لجنه المرافق العموميه، وبالتالي حاولنا اننا نسجلوا مجموعه من الملاحظات ومجموعه من النقاط ورفعنا مجموعه من التوصيات لصالح ان هذه الاتفاقيه نحن معها إذا كانت ستخدم التنمية ديال المدينة، وإذا كانت غادي تخدم الساكنة ديال مكناس. وبالفعل بعد العرض اللي قدموا لنا السيد المسؤول عن هذه الشركة داخل اللجنة وكذلك يوم الدورة، تبيننا بأن هذه الشركة ممكن أنها تعطينا يعني لواحد الإضافة كبيرة يعني للجامعة. نعم، إذن كما قلت لك بأنه هذا القرار المتخذ في خلال هذا يعني الدورة ديال فبراير كان مر بمجموعة ديال اللجان، وكانت سجلت مجموعة ديال الملاحظات، وبالفعل تمكننا يعني بعد نقاش طويل ديال جميع الإخوان أغلبية ومعارضة من أننا نوصلوا أننا نحددوا يعني الأهداف الأساسية ديال الاتفاقية ديال الشراكة مع هذه الشركة هذه. باش نحط الناس في الصوره، هذه شركه يعني عندها امتداد على المستوى الوطني، كتشتغل في اكثر من 40 نقطه على المستوى الوطني والدولي كذلك. كتتم استغلال مجموعه ديال المسابح بمجموعه ديال المواصفات اللي هي دوليه وباثمنه اللي هي كتكون مناسبه. احنا بالنسبه لنا كما وضح السيد الرئيس على ان هذه المرافق تم عرضها خلال صفقه عموميه في 2019، ولم للاسف انها ما نجحناش باننا ناخذوا يعني الثقه ديال شي مستثمر. 2020 كما قلنا كانت دازت السنه ديال الجائحه، 2021 تم هاد الشركه هذه جددات يعني الرغبه ديالها على انها تستغل هاد يعني المسابح بثلاثه بمواصفات اللي غادي ناكد عليها، ان بارك الرياض هو واحد يعني المشروع اللي فيه 11 قطار. هاد الشركه غادي تستغل فقط النصف ديالو اللي هو تقريبا 5.5 هكتار من اجل استثمار 5.3 مليار ديال السنتيم، من اجل توظيف اكثر من 100 منصب شغل،
من اجل كذلك توفير العديد من الخدمات في هذاك في هذيك المنطقه اللي غادي تكون عباره على نادي يعني نادي رياضي كبير اضافه الى سينما صغيره مسرح مجموعه ديال المطاعم وكذلك مجموعه من يعني التجارات اللي غيمكن لها تخلق واحد الرواج تجاري في ذاك المنطقه. هذا الجانب الاول، والنصف الثاني من هذيك المساحه سيخصص كما هو مبرمج خلال يعني البرنامج التنميه انه غادي يكون فيه المسرح الكبير ديال المكناس وكذلك المتحف اللي موعدين به الساكنه ديال المدينه. وهذا المشاريع هذ المشروعين بجوج هي مشاريع تفوق امكانياتهم امكانيات الجامعه، وبالتالي هي مشاريع ذات سياده خاصه قرار سيادي، وبالتالي احنا ننتظر ان شاء الله توفر الامكانيات والشركاء والمتدخلين يتم الانجاز ديالهم. كذلك بالنسبه للمسبح الاولمبي اللي بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، هو واحد المسبح اللي غيكون فيه واحد النادي كذلك رياضي كبير اللي غيقدم واحد الخدمات بواحد الاثمنه مناسبه اللي كتراوح حسب الاتفاق وحسب النقاش اللي طرا انه غتكون ما بين 100 درهم حتى 200 درهم في الشهر من اجل توفير العديد من الخدمات سواء داخل مكناس او بنفس البطاقه يمكن لك تنقل بها في مدن اخرى الا كنتي تابع لذاك كنتي منخرط مع هذه الشركه هذه. اذا في هذاك المسبح غادي يتم اولا اصلاح العيوب التقنيه اللي كيعاني منها هذاك المسبح، وكذلك يعني محاولة يعني لإقامة مجموعة من 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 المشاريع اللي هي تكون تابعة لهذا النادي من أجل يعني خلق واحد الرواج تجاري. كذلك بالنسبة للمسبح الخاص، من بين أهم التوصيات اللي ترفعت أولا هذه الموافقة ديالنا كان الأساس ديالها هو تنمية المدينة بغض النظر احنا كنقولوا على ما كاينش شي حاجه بهذا الشيء اللي كنسمعوا نتاع جات من الفوق جات هذه المجلس سيد نفسه سيد قراره، الامور مرت داخل اللجان كما قلنا بواحد النقاش هامي، تم تقديم العرض اكثر من 3 مرات سواء في اللجان او في يوم الدوره وكذلك يوم التصويت كان نقاش مجد، تم التصويت على المشروع باغلبيه. الاخوان كذلك ديال المعارضه كانت عندهم واحد الغيره كبيره على المدينه وكان عندهم واحد يعني المنطلق ديالهم، ولكن في الاخير تم التصويت لصالح هذه الشركه باش تستغل هاد الامور بشريطتها انه غادي يتعاد النظر في الثمن يعني ديال الكراء وديال الاستغلال، يتعاد النظر في المساحه المخصصه لهذه الشركه خصوصا في بارك الرياض، يتعاد النظر في القطاع في الخدمات الاجتماعيه اللي غيمكن لها تقدمها هذه الشركه بالاضافه يعني للتوظيف وكذا، شنو غادي تمنح مثلا للفئات الهشه، شنو غادي يمكن تمنح للطلبه، هذه كنا كانت اقتراحات لكل اعضاء المجلس اللي كانت يعني تزكي هذا الطرح هذا. كذلك يعني المواصفات اللي غيتقام بها هذاك المشروع حتى لا تتاثر يعني الانديه اللي هي مجاوره لفين كاين هذا المشروع. شكرا سي يوسف لانك وضعتينا في الصوره الحقيقيه وفي المعطيات الحقيقيه اللي كانت داخل المجلس، لكن كما كنعرفوا كاين بعض النقاط اللي ربما طارت ضجه كبيره، ولا هذه النقاط هي ان الناس يقولوا بان الماء والضوء غيكون على حساب الجامعه ضمن الاتفاقيه كاين شي بوند ان الجامعه مكناس هي اللي غتكلف بالربط نتاع الشبكه ديال الماء والضوء، بينما الشركه تكون كتخلص فقط الفاتوره. بالنسبه يعني للمشروع والاتفاقيه انا كما قلت لك بان اتفاقيه فيها مجموعه ديال النقاط، هذه القضيه ديال الماء والضوء تمت الاثاره ديالها، ولكن كما قلت لك ولطمأنين الساكنه على ان الامور ستكون يعني على حساب الشركه هي اللي غادي تتحمل المسؤوليه ديالها في كيفيه استغلال هذيك المرافق، ومن طبيعه الحال حتى نهضروا على الاستغلال والكراء راه اللي كيؤدي الفاتورات واللي كيدير الربط واللي كيدير كلها غادي تكون الشركه. اكثر من هذا بان الشركه كتوعد على انها في ظرف 6 اشهر هتكون هذه المشاريع جاهزه، وهذا تنظن بانه غادي يقدم واحد الخدمه كبيره للساكنه عوض ان هذيك المشاريع تبقى فارغه. اذا ناكد على ان قضيه الماء والضوء والقضيه ديال الاستغلال كله غادي يكون على حساب الشركه، لانه لا يعقل انه احنا بالنسبه لنا غادي نخلصوا الماء والضوء ديال واحد الشركه اللي غتستغل هذيك المرافق. كاينه نقطه اخرى اللي هي مهمه جدا، هي بالنسبه لاحد المسابح اللي غيتم التفويت ديالهم في هذه الاتفاقيه كانت تخسرت عليه ربما 6 مليون تاع الدرهم من طرف المبادره الوطنيه ولم يتم لم يشتغل. فالناس عاوتاني تتقول كيفاش هاد الفلوس اللي تخسرات على هذا المسبح ونجيو حنا نفوتوه لشركه خاصه.
الحاجه الثانيه هي القيمه الكرائيه اللي نتاع التفويت اللي تحددت سنويا كنظن هناك من يقول 35 مليون سنتيم او لا 41 مليون سنتيم في العام لهاد المرافق كامله. يعني هاد جوج نقاط هادو هما اللي كيثيروا دجاجه كذلك كبيره. بالنسبة للنقطة الأولى اللي كتخص المسبح الأولمبي، أنا كما قلت بأنه يعاني من عيوب تقنية. الشركة على اطلاع، المجلس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية دارت التقارير ديالها على أساس أن هذه الشركة غادي تدخل يعني لهذا المشروع هذا، أولا التقويم دياله والإصلاح دياله، وكذلك لاستثمار فيه العديد من 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 المشاريع بحال لاصال ديال السبور، بحال مجموعة ديال الأمور اللي غيمكن لها أولا تخلي هذاك الفضاء تبعث فيه واحد الروح وتخليه حي. أنا كما قلت لك بأنه المبادرة الوطنية فعلا والجماعة ديال مكناس هما يعني اللي ساهموا في هذاك المشروع وفي التهيئ دياله، ولكن عندما يتم عرضه يعني في خلال الصفقة لم يتقدم أحد. يعني صراحة في 2020 كانت الجائحة، إذا ما غيمكننا جات هذه الفرصة هذه أننا لابد أن ما دام هذه الشركة قابلة على أنها غتصلح داك العيوب التقنية وتشوف داك المشكل ديال الماء اللي كاين تما وتضيف استثمارات تما، لما لا أننا وبثمن مناسب لما لا أننا نعطيوها لهذيك الشركة في صالح تنمية مكناس. المسألة الثانية اللي قلتي هو ديال الثمن، أكيد أنا براسي انتبهت لهذه النقطة هذه، هناك مغالطة كثيرة بالنسبة للثمن. البارك ديال رياض هو اللي 35 يعني مليون ديال السنتيم، وخوين كذلك عندهم واحد السومة كرائية. الثمن تمت المراجعة ديالو، هذا أكيد أننا خصصنا لجنة لمراجعة الثمن والرفع منه ديال 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 استغلال هذه المرافق هذه. كون مأكد بأنه الثمن ديال الإخوان ديال اللجنة عارفين بشحال تيتكراو هذوك المرافق، غيديروا يعني المجهود ديالهم على أنه يكون واحد الثمن اللي هو مقبول واللي يعود على الجماعة وعلى السكينة بالخير، مع المراعاة كذلك الحجم الاستثمار اللي غادي تستثمر هذيك الشركة والرواج التجاري اللي غادي تخلقه وعدد المناصب ديال المباشرة والغير مباشرة اللي غادي توظف. هذه كلها خصنا ناخذوها بعين الاعتبار على أننا الأمور كلها راه تم استحضارها وتم يعني مناقشتها بشكل جدي، وبالتالي إلا كان هذاك الفضاء غادي يخدم لنا غير 3 شهور ديال الصيف هاد الفضاءات، حنا باغيين يخدم العام كامل، واخا نقصوا من الثمن ولكن راه عديد من الخدمات، العديد من كما قلت من الشبان ديالنا غادي يتوظفوا، العديد من يعني من فرص التنمية غادي تكون في منطقة الملاح وفي منطقة ديال باب بوعماير. شكرا سي التوضيحات اللي كانت يعني وضعتينا في الإطار الحقيقي لهذا يعني الصفقة والبنود الحقيقية لهذا يعني الاتفاقية اللي تنظن أنها داست. وكسؤال أخير، فوقش متوقع أنها تبدأ العمل إلا كانت غتبدأ العمل فعلا أو لما زال كاين شي تأخير؟ لا، بالنسبة لي نحن على حسب الوعد اللي تعطى خلال التقرير والالتزام اللي التزم به يعني الرئيس يعني المدير العام ديال الشركة، على أساس أنه غادي يبدأ الأشغال مباشرة بعد الموافقة، يعني غادي يعطي أجل ديال 6 أشهر تكون هذيك الأمور جاهزة. خلق هذه اللي جا اللي خلقنا حنا يراها بدات، يعني اللي جا اللي تم الخلق ديالها لمراجعة الثمن والمراجعة كما قلنا ديال المساحة والجانب الاجتماعي لغير ذلك، هي راه منكبة الآن باش ترفع التقرير ديالها، وغالبا كما قلنا إما غيتعرض في الدورة الاستثنائية ديال شهر 3 أو راه غادي تكون تقارير اللي غادي يتم تزويد ديال السادة المستشارين بها، والموافقة راه تمت يعني خلال دورة فبراير، موافقة بإجماع على أساس يعني هذيك المرافق يتم استغلالها من طرف ذاك الشركة يعني بمواصفات اللي غادي تكون تتساهم في التنمية ديال المدينة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.